التاسعة، وكما قلت ربما تكون البداية موفقة بالنسبة لفريق المغرب التطواني، يستثمر الركنية وهدف ياتي في وقت مهم ومهم جدا، وفرحة كبيرة على مستوى الأنصار. طبعا غنتابعوا الهدف من جديد، الهدف اللي منح يعني فرحة هستيرية على مستوى المدرجات، والأكيد غيكون مهم بالنسبة لفريق المغرب التطواني. إذن هدف دون مقابل هدف كيجي في وقت مهم كما قلت على مستوى هذه المقابلة. وطبعا دور المسجل هو زهير نعيم، كنتابعوا اللقطة من جديد. إذن هدف السبق يأتي بالنسبة لفريق المغرب التطواني، والمسجل هو زهير نعيم اللي كيمنح. هل يغير المعطيات في الجولة التالية ومع اقتراب نهاية المقابلة؟ تابعوا المحاولة لفريق حسنية تقدير لتحميل جديد العرضية، فرصو جول تقدير يعدل النتيجة في آخر الفصل المقابلة. الأكيد يستغل فرصة الارتباك على مستوى دفاع فريق المغرب التطواني ويمنح نتيجة التعادل، وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة بالنسبة لعناصر حسنية تكادير والمدرب عبد الهادي السكيتيوي. إذن هدف التعادل أكيد كان هدف مفاجئ بالنسبة للعناصر ديال المغرب التطواني في الوقت اللي كانت أمامه فرصة إنهاء المقابلة في الجولة الثانية. نتابعوا طبعا يتم تمرير الكرة والرأسية تمنح الهدف، تمنح الهدف لفريق حسنية تقدير والموقع بديع الأوك. إذا نتابعوا اللقطة من جديد، التمريرة كانت من زومان كوني اللي كان غايب في المقابلة، فقط يقدم هذا الهدية على طبق من ذهب، والهدف يأتي من طرف اللاعب الشاب بديع الأوك أحد الاكتشافات الموسم الماضي، ويمنح بذلك هدف التعادل بالنسبة لفريق حسنية تقدير.